ايه اصعب واطول فترة دايت عملتيها عشان تصوير معين؟ ما بعملش دايت بحياتي والله. والله ما عملش دايت، بعمل الرياضة بس ما بعملش دايت. يعني ما تاكل اي حاجة في اي وقت وبالليل وقبل ما تنامي والسقعة تمام؟ بنتبه انا مع حالي، يعني بعمل توازن بس انه ولا مرة لحقت دايت لدعاية او لتصوير. على هالحالة بتضل اعمل دايت كل حياتي لانه التصوير ما بيخلص. يعني ما بتعمليش دايت خالص؟ لا ما بعمل دايت، بس انه بتحرك، بعمل رياضة. طيب ايه اكتر اغنية في ألبوم سجلتيها وان تيك وحسيت ان هو ده وكل الناس قالت هو ده مش محتاجين نعيد؟ وان تيك مفيش ولا اغنية وان تيك. وان تيك مفيش ولا اغنية. أوكي. وما بعتقد حدا كمان انه بيقدر يقتنع بغنية وان تيك. دايما عنا حشرية انه بركي عملت احلى، انه بدي عيدها بركي بيطلع معي احلى، بركي بيطلع معي. هلا في اغاني اكيد بياخذوا وقت اكثر من غيرهم، بس انه وان تيك وان تيك لا ولا مره. طب ايه اكتر اغنيه قرفتها خفيفه بالمصري؟ يعني كانت خفيف ما حسيتيش انك عملتيها، اتعمل بسرعه قوي كتير. اخصمك واهو نص و يا طبطب وما تيجي هنا كل اللي نجح وانا جايه معاك، في كتير اغاني اوكي مصريه هيك وغير مصريه يعني عموما وغير مصريه. اوكي. عاده نحن بس نقي اغاني بنسمع الغنيه من اول مره بتفوت على قلبنا. هي يعني الاغنيه اللي دغري بتشدنا هي الاغنيه اللي بنختارها تكون بالالبوم. طب ايه اكتر حاجه بتخافي منها في العموم بس اضطريتي تعمليها علشان تصوير كليب؟ كل شيء عالي. أوكي. يعني مثلا الكليب بتفكر في ايه؟ كنت على العالي، حطوني على محل عالي على على السطح واضطريت اطلع على السلم لحتى اوصل على السطح. بس تشوفني هيك بشي كليب انا طايره، عرف انه انا عم ضحي، انه انا عم ضحي يعني كرم الكليب.